سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير على بركة الله. صلوا على النبي وسلموا تسليما. اليوم العشية ان شاء الله حنخدم معكم ليكيش بعجينة بزاف بنينة وتجي مقرمشة وبحشو ولا اروع، تقدروا تقولوا نوعا ما اقتصادي. خبوا هالوصفة في عينكم ان شاء الله لا فاقدين ولا مفقودين في شهر رمضان الكريم ان شاء الله. الو، على بركه الله. ليكيش درت لكم عده وصفات، درت لكم عجينه الاشواق اللي لقات صدى كبير عند احلى المتتبعات، واليوم حندير لكم عجينه اخرى خفيفه اكثر واكثر. نبداو في المقادير على بركه الله. الو البنات، واش نحتاجو؟ عندي 650 غرام فارينه درتها في ريسيبيون، عندي 250 غرام مارغرين، عندي ملعقه صغيره خميره كيميائيه، بيضتين و 30 غرام زيت المائده، وملعقه صغيره ملح المائده، وبيان سور كميه من الو الفارينه درتها في ريسيبيون. حندير ملعقه تاع قهوه ملح المائده، حنزيد فوقها الزيت، فوالا، نضيف ملعقه صغيره خميره كيميائيه لا ليفور، ونزيد 250 غرام مارغرين دائبه حسب درجه المطبخ، يعني نخرجها من قبل من الثلاجه بيدي يا البنات، نبسس هكذايا. شوفوا المارغرين راهي دائبه، نحاول ندخل الزيت والمارغرين في الفرينه، نبسسها مليح حتى يولي لنا خليط شغل مرمل، يعني يتبسس بيان كوم الفو. القلبها هنايا البنات، واش نضيف؟ نضيف بيضتين كاملتين، نفرغهم. درت كامل المكونات، مازال لي غير الماء نحتاج كميه قليله جدا. شوفوا اني نلم وما رانيش نعجن كيما راكو تشوفوا، حتى يدخل البيض في الخليط. كي نلحق لهاد القوام البنات، واش نبدا نضيف؟ نضيف الماء شكل مطر، يعني بشويه، ماشي راح تفرغي امبول كامل، تفسد العجينه، تكون ما شاده روحها، ما تكونش يابسه، ما تكونش متلوقه بزاف، باش نواسوها في نشكلوها كيما نحبوا. شوفوا درت بالتقريب زوج مغارف ماء، ونبدا نلم شوفوا حتى نحصل على عجينه متماسكه. فوالا، شوفوا كاش لميت العجينه، شوفوا بالتقريب واحد 6 مغارف اكل ماء الحنفيه العجينه، شوفوا حتى تولي متماسكه، وميم طون راهي طريه. هكذا نلمها ما نعجنهاش، نحطها في بابي فيلم. فوالا، نلمها كوميم بودا هكذايا، ونحطها في بابي فيلم. ضروري هاد عجينه ليكيش تريح بالتقريب زوج سوايع ثلاثه، قسمه تريح تجيكم سهله في الخدمه. فوالا، كما قلت لكم البنات، نحطها في الثلاجه تريح ساعتين او 3 ساعات. راه من جهه اخرى البنات، نروح نقليو فيونداشي. عندي مقله درتها فوق النار، ندير كميه من الزيت، كميه قليله. فوالا، نخليها تسخن نوعا ما. عندي بصلة متوسطة الحجم، نحيتها في الأشواق بيدي، نحطها تقلى، نخليها تقلى نوعا ما كما راكم تشوفوا. عندي كمية من فيونداشي، تقدروا البنات ديروا كولي اشي، تقدروا ديروا واش حبيتوا حسب الإمكانيات. انا هاد ليكيش الميني كيش حديرهم بفيونداشي، نحاول نعبز هكايا فيونداشي فوالا باش يدخل لي في البصل. فوالا البنات، شوفوا هكايا، دوكا نغسلو التوابل. ندير شوية فلفل اسود، ندير شوية ملح، منكتروش بزاف لان ليكيش فيهم الاجبان. نحط هكايا، راني نصبر البنات، سي بوغ سا مانيش نوري ملاح، نحاول ندخل البصل مع فيونداشي، ونخليه يطيب براحتو. فوالا، نطبلي فيونداشي، نطفي عليه ونخليه بجانب يبرد. شوفوا البنات، من بعد ما ريحت العجينه 3 ساعات، قلت لكم قسمه نخلوها ارتياح مليح، تساعدنا في الخدمه.
نحل العجينه نوزنها البنات على حسب الليمول. انا عندي هذا الاوفال وعندي هدايا نوزنها على 25 غرام ولا او 30 غرام عدلا. هكذايا فوالا 30. لكن هما السيليكون تاعكم ما فين تخدموا بهم عادي، لكن جدد رشوهم دهنهم بالزيت ورشو لهم الفارينه. شوفوا لابول نحلها نحطها هنايا بنفس الطريقه نوزن ونوزنهم نوزن كامل العجينه ونولي لكم هكذا البنات. فوالا شوفوا العجينه كاش متماسكه. فوالا البنات نوريكم كيفاش. شوفوا بهذو الصباعتين خدمتهم معكم مرارا وتكرارا. شوفوا نخدم غير في القاعده والعجينه وحدها تطلع هكذايا. فوالا طريقه جد سهله تحكموا في العجينه كيما تحبوا، كي تكون العجينه تاعكم يعني القوام تاعها شباب متماسك ما راهي طريه ما راهي يابسه. فوالا شوفوا البنات كاش جا الشكل. فوالا هكذايا نزيد الشكل الدائري بنفس الطريقه غير بزوج صباعتين هكذا ودوروا. شوفوا انا غير في القاعده برك العجينه وحدها راهي تطلع نفس الطريقه تاع اللي تاخذوا لها سواء حجم كبير او حجم صغير واي مول عندكم يعني تقدروا ديروا هذه الطريقه. فوالا نوسي نضغط هكذايا باش نوسي الحواف. فوالا شوفوا الشكل كيفاش جا شكل اوفال وشكل دائري بنفس الطريقه نكمل كامل ليمول ونولي لكم. شحال قطعت لي من حبه كيش حجم دائري وحجم اوفال. فوالا نثقب كامل ليمون تاعي هكذايا هكذا البنات ندخلها للمجمد. شوفوا كي خدمنا العجينه خليناها 3 ساعات تريح في الثلاجه لتحت، من بعد ما شكلناها ندخلها واحد ساعه غير ربع للمجمد لتون تجمد لنا العجينه نكونوا شعلنا الفرن ندوها مباشره الطيب في الفرن. فوالا البنات فيندا شي راهو برد للبنات نروحو نوجدو الحشو تاع ليكيش. ليكيش لي بزاف بنات تقدروا ديروهم كمشروع كذلك. الوغ البنات عندي في ريسيبيو عندي 4 حبات بيض، انا درت كميه كبيره بسم الله ما شاء الله، لا نقصت مقادير الفارينه درتو 300 غرام ودرتو 125 غرام مارغرين. ديروا زوج حبات بيض، عندي 4 حبات بيض درتهم في الريسيبيو فيوندا شي بيان سور برد. عندي كميه من مبشور شيدار شيدار رابيتو شوفوا كميه لا باس بها. عندي كاس الا ربع تاع 220 مليلتر كريمه سائله. فوالا انا هذه اللي خدمت بها بالطوش. فوالا ونفس الكاس 220 مليلتر تاع حليب بارد. حليب بارد فوالا هادو هما المكونات وكميه من الجبن. كميه من الجبن يعني اضافي صدقوني يا البنات ليس اشهار. هاد الجبن واحد البنه ولا اروع، فيه ذوق الجريير يعني ما تاكلي هكذا في الخبز يجي ولا اروع. بزاف بنين وتانيك شغل رخيص ماشي غالي بزاف. الوغ نبداو على بركه الله. في البيض ندير كاس الا ربع كريمه سائله فوالا، نزيد معاها كاس الا ربع حليب ولا البنات حناخذ كميه من الجبن كذلك. شوفوا الجبن طري بسم الله ما شاء الله والبنه تاعو نقول لكم ولا اروع. خدمت كميه بلا خديت كميه بلا ميزان فوالا حنديرها هنايا فيها ذوق الجريير. حنزيد لهم شويه كركم فوالا يعطي هذاك اللون وندير لهم شويه ملح ما نكثروش لان ليكيش هذوما فيونداشي درنا لها كميه من الملح. الفورماج تانيك فيه الملح
فوالا نديرو رشه خفيفه، نحكم البغا ميكسور ميكسيهم نوعا ما. فوالا البنات ميكسيتهم نوعا ما في الميكسور، نتخلص من الميكسور دوكا. شوفوا القوام تاع الكريمه السائله والبيض والفورماج و كامل المكونات. حنفرغ فيون داشي لداخل، نفرغ فيون داشي ونخلط. فوالا ندير الكميه كامل فيون داشي تاني قدمناها قليناها بالبصل. فوالا نخلط المكونات، الريسيبيون راهو صغير شويه لكن لا باس. فوالا ندخل هذاك الفيون داشي في الكريمه والبيض، ونزيد مبشور شيدار، ندير كميه من مبشور شيدار، نفرغو هنايا ونخلط. فوالا شوف القوام اللي تحصلت عليه. علاش قلت لكم نخلي الفيون داشي ولا بولي هاشي نخليوه يبرد؟ باسكو البيض لو كنديروه سخون شغل يطيب لنا. فوالا هذا هو القوام تاع هاد الكريمه تاع ليكيش اللي بزاف بنينه، حطوها في عيني. شوفوا كاش جمدت لي في المجمد، شوفوا البنات حتى لاكلاص راهي فيها. فوالا نحطهم في السنيوه. الفرن تاعي راهو يسخن على 180 درجه، ندخلهم هكذا هما كونجلي في الفرن. لا الفرن تاعي راه سخون، قلت لكم على 180 درجه. شعلت البنات الفونتيلي، شعلته من تحت. فوالا درته على 30 دقيقه. ندخل السنيوه تاعي. شوفوا لي كيش هادوما حنطيبهم نص طياب البنات. فوالا نطيبهم نص طياب، ندخلهم نغلق الفرن، يطيبوا ابان من تحت ويزيدوا شويه من الفوق، ونعاود نخرجهم باش نوصلهم لافارس ديالهم. نغلق الفرن ونخليهم يطيبوا، جوست يبداو يحمروا هنا في لي كوتي. انا نقول لكم نص طياب، جوست يبداو يحمروا نطفي. فوالا البنات لي كيش انطابوا لنا نص طياب، هنا نحيهم نديهم طاوله العمل. فوالا كيما راكم تشوفوا، شوفوا كاش طابو، الشكل تاعهم ما تغيرش. فوالا حطيتهم فوق طاوله العمل. هنا نبدا نعمر لي كيش ديالي بالكريمه. شوفوا البنات القوام ديالها، شوفوا هي بالبيض، ما نعمروش بزاف لي كيش. فوالا شوفوا ملعقه ونصف البيض باسكو وما تتنفخ. فوالا نعمر هادوما كامل ونولي ليكم. شوفوا كيفاش جاو دوكا بالكميه من الجبن المبشور. ندير هنايا فوق الكريمه. فوالا يعني هاد الوصفه بزاف بنينه مفرنشه كيما يقولوا. هكذا نعاود نرجعها الى الفرن، نعاود ندخلها الفرن، نشعل من الفوق. كيبداو يحمروا مليح لي كوتي، هادو هما لي كوتي تاع لاباط، يحمروا مليح نشعل من الفوق واحد 4 دقائق، جوست يتنفخ القوام تاع الفرماج والبيض ويحمر نطفي عليهم. فوالا شوفوا البنات راني شعلت من الفوق، شوفوا كيفاش هما يتنفخوا بسم الله ما شاء الله، جوست يحمروا نخرجهم. شوفوا تور لو تور العجينه راهي حمرت، نزيدوا داك الحشو يحمرنا نطفي الكيش، نخليهم يبردوا باش نديمو ليهم. نكمل انا الكميه اللي بقات لي ونرجع لكم. فوالا انبردوا لي نوعا ما. شوفوا لي مول تاعي، شوفوا فيهم هذيك العفسات تنحى من تحت. شوفوا لي كيش بسم الله ما شاء الله كاش طابوا لي. شوفوا الفورمه تاعهم. فوالا نحطهم في تاع المملحات، هاد السليله تاع المملحات، حتى الاوفال البنات. شوفوا كاش طابوا لي، ما نحرقوا لي. بسم الله ما شاء الله، نكمل نديمو ليهم هكذايا ونولي ليكم. فوالا خوتي خياتي، هذا هو الشكل النهائي تاع لي كيش.
كيشبع عجينه واو. خبوها في عينيكم وبحشو بزاف بنين، شوفوا الشكل تاعو كيفاش ما تبدلوش. كنت معكم خطوه بخطوه. البنات اللي عجبتكم لا فيديو ديروا لايك وابوني للقناه وبكم استمر. خبوا هذه الوصفه لشهر رمضان ان شاء الله لا فاقدين ولا مفقودين، من اربع وصفات تاع ليكيش سهله التحضير. فوالا دي انا ديجا درت لكم عده وصفات بعجينه الاشواغ، لكن هذه يعني ولا اربع. تقدروا ديكوريو بالزيتون، تقدروا ديروا شويه ورقه معدنوس، لكم الاختيار. انا حبيت نخليكيش هما يجوا طبيعتهم هكذايا. نحل معكم حبه باش تشوفوا القوام الداخل، شوفوا القوام تاع الكريمه السائله كيفاش خلتهم الكريمه رطبه. اكدوا لي البنات، شوفوا بسم الله ما شاء الله، شوفوا التوريق في العجينه. شوفوا البنات التوريق كأنها عجينة مورقة بزاف بنينة، شاهدكم بالجنة. فوالا هادو هما ليكيش كمملحة، تقدروا تدوسوها في المناسبات السعيدة. قطعت كمية كبيرة هاد العجينة تاع 600 غرام فارينة مع 250 غرام مارغرين، وفي الكوشة هي سميوة أخرى. صحة وهنا على قلبكم، جربوها وشاركوني التطبيقات تاعكم، وأنا تشجيع لكم ندير لكم لي ستوري. نحبكم بزاف، دمتم في رعاية الله وحفظه، سلام.